أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 657 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. في المقابل أعلن عن تعافي 460 شخصا. أما فيما يتعلق بالوفيات فقد تم تسجيل 15 حالة وفاة. وفي جديد حملة التلقيح الوطنية أكدت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح تجاوز 10,552,000 شخص، بينما تجاوز عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية 9,310,000 شخص.